Okay, look at the board. Now we will revise the present simple tense and verb to be and the verb to have. Okay? Okay, let your box. Let your box. Let your box. Let your box. Look at the board. Look at the board. Okay. First, before we talk about verb to be. Verb to be. Okay? What do you know about verb to be? The meaning of verb to be is يكون. ده معناه بالعربي. Okay? معناه بالعربي يكون. Verb to be. كل verb هنعرف ان ليه اشكال بتتغير على حسب هو تصريفه جاي مع singular ولا plural. والsingular هو المفرد والplural هو الجمع. So Fian, please let your book. Okay? Okay. يبقى انا كل verb هاخده او كل tense هاخده هعرف معاه ان شكل الverb بيتغير. هو ده اللي بيخليني اقدر اعبر عن الجملة وفي اي زمن. الانجليش مش بس words انا بحفظها وخلاص. انا ممكن اكون حافظه كلمات كتير. ازاي اقدر اوظفها ان انا اكون عارفه ازاي اعبر عن الزمن ده؟ ازاي اقول انا بلعب، انا لعبت، انا هلعب، انا كان نفسي العب، انا مش قادر العب، انا قدرت العب، انا لسه هقوم العب. ازاي اعبر عن الجمله دي بكل الاشكال؟ لكن ما كلنا عارفين ان انا يعني اي واللي يلعب يعني بلاي. ازاي اوظفه؟ اوكي اوكي. اول فيرب معانا هو فيرب تو بي. دخلناه مع بعض مش انت لسه معانا. فيرب تو بي ليه ثلاث اشكال وهنتعود ان كل فيرب ليه اشكال بتتصرف حسب هو جاي مع مفرد سينجلر ولا جاي مع جمع بلورال. يبقى السينجلر هو حاجه واحده بس، احمد، منى، ابراهيم، محمد، او هي او شي او ات. هي تيجي مع المفرد المذكر اي ولد، ممكن اشيل هي واحط مكانها سفيان. شي مع الفيميل المؤنثه، ممكن اشيل شي واحط مكانها منى او جودي. ات بتيجي مع اي حاجه ان ثينكينج يعني غير ممكن اشيل ات واحط مكانها كات او دوج. اوكي، ده السنجلر. اما البلورال في البيرسونال بروناونز اللي هي الضمائر الشخصيه هم وي يو اند ذي. وي يو اند ذي. وي حرف الدبليو شايفينه؟ قلنا ان حرف الدبليو بيدل على ايه؟ على ان احنا كلنا مع بعض. حرف الدبليو بيدل على ايه؟ مالك؟ ان احنا كلنا مع بعض. ليتش يور فانز الحسن. كلنا مع بعض يعني وي معناها ايه؟ انا بس مش لوحدي. انا ومعايا ناس تانيين. وي 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 يس. وده الفرق بين وي وذي. ذي يعني ناس تانيين انا مش معاهم اصلا. يبقى وي نحن، ذي هم. وي نحن، ذي هم. ويو بتيجي مع اي مخاطب بقدم له الكلام. كلم سفيان لوحده هقول له يو، بكلمك لوحدك هقول لك يو، بكلمكم كلكم هقول لكم يو. حتى في الافلام بنسمعها هاي يو، انت انت او انت او انتم. اوكي، ده السنجلر وده البلورال. كل واحد من دول هياخد شكل معين لكل فيرب من الافعال اللي احنا هنتعلمها. واول واحد معانا كان فيرب تو بي اللي ليه ثلاث اشكال. جودي لو سمحت سيت داون، دونت موف. اوكي، ثلاث اشكال بتوعه هم ام واز وار. معلومه، ايه هي المعلومه؟ ان اس فيها اس صح؟ اخرها اس. اي فيرب اخره لتر اس، اي فيرب اندس وذ لتر اس، اي شود تو يوز ات وذ ا سنجلر فورم. اي فعل اخره اس بستخدمه مع المفرد. اي فعل اخره اس بستخدمه مع الايه؟ مع المفرد. اي فعل اخره اس بستخدمه مع الايه؟ مفرد. يبقى لما الاقي از يبقى تيجي مع منى از، احمد is، he is، she is، the cat is، the school is، my mother is. اوكي، الاقي plays يلعب يبقى منى plays، احمد plays. الاقي cooks يطبخ يبقى منى cooks، احمد cooks. الاقي runs يجري نفس الكلام. يبقى اي فعل اخره اس بيجي مع
مع المفرد اللي هي هي والشي والإيه، وأي حاجة تعوض عنه أشيل هي وأحط اسم ولد، أشيل شي وأحط اسم بنت، أشيل إت وأحط أي حاجة غير عاقل. أوكي؟ وآر مع القطار، مين هما؟ البلورال اللي هما we, you, they. We are, they are, you are. وآم ما بيجيش مع أي حاجة غير I. وآي طبعا مفرد، لكن ساعات بتتعامل معاملة الجمع، لكن هي ضمير مفرد. أوكي؟ بتاخد هنا إيه؟ آم. يبقى بتكلم عن نفسي I am. I am a teacher. أوكي؟ بتكلم عنك she is a teacher. بتكلم معاكي you are a teacher. أوكي؟ أوكي؟ طب لما أحب أعمل نفس الزمن ده أو نفس الجرامر ده الفيرب ده أستخدمه نيجاتيف فورم. النيجاتيف يعني إيه؟ يعني عكس المعنى. النيجاتيف يعني إيه؟ يعني عكس المعنى. أنا شيماء، I am شيماء. I am شيماء. طب أنا مش شيماء، يبقى I am not شيماء. I am not شيماء. يبقى أنا في النيجاتيف. عشان احنا ما بنختصرش دلوقتي، انا بدي الزمن عادي، دي طريقه اختصار. اوكي؟ ان انا اشيل الحرف المتحرك او الفاول واعمل مكانه ابوستروفي واحطه مع البرونون او الضمير وارجع احط نوت برضه. وممكن اخلي لو ما فيش ام، لو في اس ممكن اخليها isn't، ار اخليها aren't. دي طريقه اختصار. اوكي؟ لكن ده الشكل الاساسي، ده البيس فور. اوكي؟ دي هناخدها ودي هناخدها. اوكي؟ يبقى انا بستخدم not. not دايما اقول ايه؟ not not تغير معنى الجمله بعد ما كانت الجمله كلها بقت الجمله كلها لا. انا دكتوره، I am a doctor. انا مش دكتوره، I am not a doctor. عشان انا كاتبه I am. ده فرق في البرونونس بين لما اكتب كده ولما اكتب كده. دي اسمها I am. I am ده الاختصار، لكن دي I am. I am انا مش مختصره. في فرق، ما ينفعش ان انا اكتب الكلام اختصار وانطقه مش اختصار، او العكس. ما ينفعش ابقى كاتبه كده وانطقها I am. سوري I am. I am يعني انا بنطق كلام غير اللي انا كاتباه. انا كاتبه الشكل البيزك، زي ان انا ممكن اقول isn't، صح؟ اقول هي isn't سفيان. ما ينفعش اقول isn't واجي اكتبها is not. دي not ودي not، الاثنين نفس المعنى، لكن لازم اقرا زي ما انا كاتبه. اوكي؟ ما تلخبطيش نفسك، ده اختصار. ده اختصار عادي، ما الاختصار ده افضل، كويس ان انت عارفه الاختصار، لكن ده الشكل الاصلي. بعد كده ممكن بقى نختصر. نختصر بنعمل ايه؟ بنشيل الحرف المتحرك اللي في الاول ونحط مكانه الابوستروف. انا مش بتعرفي تكتبي باختصار، بتكتبي كده بس بتنطقي بالاختصار. اوكي، انا هقول لك ازاي تكتبي بالاختصار عشان تبقي بتنطقي اللي انت كاتباه، بس تبقى سهله جدا. يبقى تاني، يبقى النهارده بنعمل ريفيجن على فيرب تو بي. اول حاجه معانا اللي هو معناه يكون. معناه ايه؟ يكون. مبدئيا انا لازم اعرف ان اي جمله بكتبها لازم اكتب فيها ثلاث حاجات: اس في او. اول ما الاقي نفسي كاتبه الجمله اس وفي واو يبقى انا كاتبه صح. يعني ايه اس في او؟ اس يعني سبجكت، يعني مين اللي عامل الجمله؟ حسن، ليت يور فرينس. اس يعني سبجكت، يعني مين اللي عمل الجمله؟ اللي عمل الجمله محمد، يبقى هبدا بمحمد، هو ده الاس بتاعتي. احمد، هبدا باحمد، احمد ده الاس بتاعتي. اي، هبدا باي، اي دي الاس بتاعتي. يبقى الفاعل بالعربي كده بنقول عليه ايه؟ الفاعل. يبقى اول كلمه لازم تتكتب في الجمله هي فاعل الجمله، مين اللي فعلها. اوكي؟ الجزء الثاني هو الفي، فور فيرب.
يعني اللي فعل ده فعل ايه؟ ايه الفعل اللي هو بيعمله؟ احمد بياكل، يبقى احمد is eating. احمد يكون، يبقى احمد is. يبقى انا بدأت الجملة بمين اللي انا بتكلم عنه؟ مين فاعل الجملة؟ اوكي؟ ممكن اشيل احمد احط مكانه هي، ممكن احط شي، ممكن احط اي ضمير من الضمائر الشخصية اللي هما هي وشي وات واي وي ويو وذي، هي شي ات اي وي يو وذي اللي هما السبعة بتوعنا، او اعوض عنهم باسامي، او اعوض عنهم باشياء. ممكن ابدا مدرستي، ابدا كلامي ب ماي سكول، مدرستي، مدرستي هي الفاعل، عايز اقول حاجة عن المدرسة. اوكي؟ الجزء الثاني هو الفعل، هو الاكشن، الحاجة اللي بتحصل في الجملة اللي هو أهم جزء في الجملة. كل حاجة في الجملة ينفع تتلغي إلا الفعل. هو أنا لو الجملة ما فيهاش فعل يبقى هقول لك إيه؟ لو أنا عايز أحكي لك حاجة ينفع ما أقولكيش الحدث؟ ده الحدث اللي هو الفعل، هو ده أساس الجملة. ممكن ما أقولكيش أنا اللي عملت كده، أبني الجملة للمجهول، حاجة لسه تاخدوها قدامي وتكبر شوية، أعملها باسيف. زي ما أقولك إيه؟ شوكولاتك اتاكلت، قلت لك مين اللي كلها؟ مفيش فعل، مفيش فعل في الجملة، لكن فعل يأكل لازم يتحط في الجملة، لازم يتحط في الايه؟ في الجملة. فالفيرب أهم جزء في الجملة، وهو اللي بيعبر لي عن حاجتين، إمتى الجملة دي حصلت، وهو اللي عملها مفرد ولا جمع، بيبان من شكل الفعل. لما ألاقي فعل مثلا إس يبقى مفرد، آر قلنا مع القطار، أم بتيجي مع أي. أوكي؟ الجزء الثالث هو الأو، الأوبجكت، يعني المفعول. يعني لو أنا قلت الفعل يأكل، يبقى المفعول لازم يكون إيه؟ حاجة بتتاكل. طبعا أم ما بتجيش مع أي ضمير شخصي غير أي، عمري ما لقيها مع أي حاجة تانية. لو شلت كلمة أي وحطيت مكانها شيماء ما ينفعش أقول أم برضه. اوكي؟ هقول شيماء اس بقى، خلاص هعمل اسمي معامله المفرد. اوكي؟ اي ام لاسكين في بعض كده، بس مش معنى كده ان كل ما الاقي اي احط لها ام، على حسب المعنى. لو انا عايزه اقول انا اكون، اقول اي ام. طب انا العب، اي بلاي. طب انا اكل، اي ايت. طب انا اعوم، اي سويم. ام ده فعل، ام ده ايه؟ فعل معناه يكون، يكون 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 فعل. إز يكون 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 بس مع المفرد. آر يكون يكون بس مع الايه؟ مع الجمع. خلاص سهلة دي. يبقى ام بتيجي مع مين؟ مع آر، مفيش حاجة غيرها. ولو انا عايزة اعمل الجملة منفية عكس المعنى، بعد ما كنت بقول I am هقول ايه؟ I am not. اوكي؟ لو انا عايزة اقول ان انا باكل، I am eating. أنا ما بقولش I am not eating. عايز أقول إن أنا دكتورة، I am a doctor. طب أنا مش دكتورة، I am not a doctor. يعني not مكانها فين؟ After am، after is، after all. بعد الثلاثة دول أو محطة كلمة إيه؟ not. ملهاش مكان تاني. طب يا رب تدي أنت أو لو أحب أدي عكس المعنى، يعني اعمل جمله منفيه. اوكي، اعمل جمله منفيه، يعني انت عايزه تقولي ان انت حرام، هتقولي ايه؟ يعني ايه حر؟ يعني هوت. يبقى انا عندي ثلاث اجزاء بتوعي، مين اللي بتتكلمي عن مين؟ عن نفسك، يبقى اه صح. الفعل اللي هتستخدميه اكون، يعني ام. الاوبجكت ايه؟ او هنا بقى الادجكتيف ايه؟ الادفيرب ايه؟ الحاله هوت. يبقى I am hot. لا يا ستي أنا مش حرانة، يبقى I am not hot. أوكي؟ عايز أقول إن المية دي ساعة، It is cold. أو بالاختصار بطريقتك It is cold. طب عايز أقول إن هي مش ساعة، It is not cold. أو It isn't cold. اللي هي It is not cold، يعني مش ساعة. اللي هي نف، اللي هي مشي. اوكي اوكي، you got it. سهله سهله. طيب الفعل الثاني معايا. اوكي، الفيرب الثاني عندي هو سهل كده، فيرب تو بي. انا خدت كده الجمله العاديه
والجملة المنفية الأفيرماتيف والنيجاتيف. عندي لسه الكويستشن أو الانتروجاتيف هعمله ريفيجن مع في الآخر مع بعض. عندي الفيرب الثاني هو فيرب تو هاف، أو اللي أنا هستخدمها النهاردة هي هاف جوت. هي إيه؟ هاف جوت. في فرق، قلنا إن مش كل ما ألاقي آر مش كل ما ألاقي آي أحط لها آم، صح؟ على حسب الإيه؟ المعنى. لو عايز أقول أنا أكون أقول آي آم، هو يكون هي آز. أوكي؟ الفعل الثاني يملك. الفعل الثاني مالك يملك. وقلنا ان كل فيرب في الانجليش هيبقى ليه شكلين او اكتر من شكل، يعني بيتصرف مع المفرد ومع الجمع. يتصرف يعني ينشكل، زي ما انا بتكلم عن نفسي بقول ايه انا جعانه، لكن لو اتكلم عن سفيان هقول هو جعان، صح؟ مش بالعربي كده. شكل كلمة جعان اتغيرت لما كانت معايا ومعايا. أنا ألعب، هو يلعب. فاهمين كده قصدي؟ هو ده قصدي، إن هو الفيرب يتصرف، يعني يبقى ليه شكل معين. الشكل بتاع الجمع غير الشكل بتاع المفرد. تصريف الفعل، طبعًا الفعل لا بينفرد ولا بيتجمع. مش حاجة اسمها فعل مفرد وفعل جمع. أوكي؟ لكن شكل الفعل مع المفرد غير شكل الفعل مع الجمع. الفعل التاني اللي عندي هو verb to have، أو هو have got. have got معناها يملك. have got معناها يملك. انا عندي عربيه. I have got a car. I have got a car. انا عندي شعر طويل. I have got long hair. I have got long hair. انا عينيا خضراء. I have got green eyes. I have got green eyes. انا عندي اختين. I have got two sisters. I have got two sisters. Okay? Okay, Malik? Okay. طيب لو انت مش عماله تقولي اي اي اي، طب فين الباقي؟ كل البلورال اللي هما وي ويو وذي برضو هياخدوا have got. قلنا مين اللي بيحب الفعل اللي اخره اس؟ هي وشي وات. مش دول كانوا بياخدوا اس من شويه لما احب اقول يكون؟ دلوقتي لما احب اقول يملك هقول has got. هقول ايه؟ has got. يبقى انا لو انا اللي عندي العربيه I have got a car، لكن لو هو اللي عنده العربيه he has. كل اللي كان بياخد s هياخد ايه؟ has. he has got a car. He has got a car. She has got a car. My mother has got a car. Okay? My baby. عندي ولد صغير أو طفل صغير. My kid has got a car. عنده عربية لعبة يعني. Okay? Okay? Yeah. I have got. We have got. You have got. They have got. He, she, it has got. He, she, it has got. He, she, it has got. اقول لك دي question، واقول لك مثلا I space، وبعد كده احط لك كلمة a dog. I a dog. احط ايه؟ I am a dog or I have a dog. Excellent. طب ما الاثنين يعني اسمها، انت لسه قايله ان اي بتاخد ام. ايوه، بس انا ينفع اقول على نفسي اي ام ادوك، انا كلب، ولا انا املك؟ مش انا اكون. هو ده بقى اللي يخليني افرق المعنى. امتى احط اي ام؟ لو الجمله عايزاني اقول اكون. امتى احط اي هاف؟ لو الجمله قصدها ان انا ايه عندي او املك. اوكي، مفهوم كده؟ يبقى على حسب الايه يا مالك؟ على حسب ايه حسن؟ على حسب المعنى. على حسب الايه؟ المعنى. اوكي؟ هقول she long hair. she long hair. اقول she is، هي بتكون long hair or she has got long hair. she has got، هي تملك. she has got long hair. she has got long hair. اوكي؟ طيب لو احنا بقى حابين نعمل نيجاتيف، كل الكلام ده احنا بنعمل عليه ريفيجن عشان احنا اخدناه. احنا لسه عارفين ان نيجاتيف
نيجاتيف اقولها ان يبقى بتاخد ايه نط تغير معنى الجمله. نط تغير معنى الجمله. كنت بحط نط فين مع ام وي ار؟ بعد ام، بعد اس، بعد ار. افتر ام، افتر اس، افتر ار. اي ام، اي ام نوت. شي اس، شي از نوت. هي اس، هي از نوت. وي ار، وي ار نوت. طب انا لو دلوقتي عايزه اقول انا ما عنديش عربيه، اقول have not got او has not got. يعني بعد have و has هحط not واكمل الجمله كلها زي ما هي. انا عندي عربيه I have got a car. انا ما عنديش عربيه I have not got a car. I have not got a car هما بيختصروها وبيقولوا عليها haven't. اوكي اه في النط بيبدو هو ايه haven't. وهقول لكم ازاي تختصروا في الكتاب. haven't got a car. I haven't got a car. عنديش عربية. I haven't got a car. She hasn't got a long hair. عندها شعر طويل. She hasn't got green eyes. عندها عينين خضراء. Hasn't got. Haven't got. أو has not got. Have not got. سهلة؟ طيب.